الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج والمغاربه كذلك للمقيمين هنا وعندهم عائلات ومعايشين برا. عندك اصحاب لك هذوك الناس اللي عايشين برا كيقولوا واه الحمد لله تهنينا من هذه الحكومه، على الاقل ما عايشينش معها باز دوك عائلاتنا اللي عايشين مع ديك الحكومه. كنقول لك داق داق الشريف فاق هاي وصلات عندك لاوروبا وهي غتبيعك وغتشرب، على الاقل حنا راه عايشين هنا من جمع حسن عوامكم. الاول مره وقع في شي فيديو ديالي قسما بالله غنحلف فيها حتى نقول صدق الله العظيم على هذه البلاد. بالنسبه للاتفاق، الاتفاق اللي تكلمت عليه، هنا اولا هناك القانون الذي بموج به يطبق الاتفاق والاتفاق، ولكن احنا كنتكلموا على الاتفاق 77 19. بسبب هذا الرقم هذا غيتشردوا بزاف ديال العائلات وبزاف ديال المغاربه غيمشيو للحبس. كاين ارتباك وسط الجاليه سيدي الوزير، الناس اللي من الجاليه ما داخلين باش يفوتوا داخل بيرو الاملاك ديالهم تخوفين، يقول لك بان الاتحاد الاوروبي قادر اليوم يتابعنا بتعرض ضريبي ويقدر نتعرضوا للسجن او الاشياء بحال هذا القبيل. حتى القانون هذا بمثابه اعدام، هذا القانون هذا بمثابه تشريد المغاربه، هذا القانون اللي مشات تصادق عليه اللي نتوما بكباركم شو ناعسين واليوم راه جالسين كيدوزوا فيه، راه جابوه للجنه وعرضوه امام قبه البرلمان، راه بمثابه تشريد فعلا عائلات كثيره وبزاف ديال الناس غيمشيو للحبس. انا سؤال غنطرحو عليك السي عزيز اخ النوص والحكومه ديالك ولا وزير الماليه ولا حتى دوك اللي سبقوك منهم العثماني والاخر، اش غديروا في الفصل الدستوري 25؟ واش غديروا اش غديروا في الدستور؟ البارح كنتو كتقولوا للجاليه اجيو مرحبا بكم تستثمروا هنايا، اجيو تشريوا الديور، اجيو تديروا الاستثمارات، واليوم غادي تبيعوا داكشي الاخبار ديالهم والاسرار ديالهم للاتحاد الاوروبي. عقل معايا مزيان هذا الرقم اللي غنقول لك دابا 77 19. بسبب هذا الرقم هذا غيتشردوا بزاف ديال العائلات وبزاف ديال المغاربه غيمشيو للحبس اللي العدد ديالهم كيتقدر بالملايين. اول سؤال غطرح لي كيفاش غيأصرف هذا الرقم هذا اللي غيصيفط بزاف ديال المغاربه للحبس؟ شريف الا راك ناعس وكتقول حكومتي ما غتبيعنيش اليوم راك كتباع بطاطا، فابور انا هذا القانون هذا رقم 77 19 مشروع قانون جابته الحكومه باش يتصادق عليه في البرلمان وانتم ما في خباركم والو. هذا القانون اش كيعني عندي انا؟ كيعني انني غنبيعك فابور، ماشي غير فابور، دخلتي عندي وطمعتك وجبتك كلام صيده واليوم غنبيعك غتباعو فابور، وماشي غتباعو غنشردوكم وغنصيفطوكم للحبس في بلاصه اخرى ماشي حتى في بلادكم. الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج والمغاربه كذلك للمقيمين هنا وعندهم عائلات ومعايشين برا، عندك اصحاب لك هذوك الناس اللي عايشين برا كيقولوا واه الحمد لله تهنينا من هذه الحكومه، على الاقل ما عايشينش معها باز دوك عائلاتنا اللي عايشين مع ديك الحكومه. كنقول لك داق داق الشريف فاق هاي وصلات عندك لاوروبا وهي غتبيعك وغتشردك، على الاقل حنا راه عايشين هنا من جمع حسن عوانكم. حسن عوانكم حيت المعظم ديالكم غيمشي للحبس والمعظم الاخر غيتشرب والمعظم الاخر حياته غتقلب ليه راسا على عقب. هذا مشروع قانون 77 19 اللي مشات تصادقت عليه، الاول مره وقع في شي فيديو ديالي قسما بالله غنحلف فيها حتى نقول صدق الله العظيم على هذه البلاد. هذا مشروع قانون، انا هذا الفيديو هذا اضطريت انني ما نخرجش به تيجي وزير الناطق الرسمي باسم الحكومه من الحج باش نمشي نسولو على هذا السؤال هذا، وفي هذا الفيديو هذا غادي تشوفوا انني طرحت عليه سؤال وغتشوفوا الاجابه ديال الحكومه شنو الراي ديالها في هذا القانون هذا، حيت هذا القانون هذا بمثابه اعدام، هذا القانون هذا بمثابه تشريد المغاربه، هذا القانون اللي مشات تصادق عليه اللي نتوما بخباركم شو ناعسين واليوم راه جالسين كيدوزوا فيه، راه جابوه للجنه وعرضوه امام قبه البرلمان، راه بمثابه تشريد فعلا عائلات كثيره وبزاف ديال الناس غيمشيو للحبس. مشروع قانون 77 19 كيقول لك عباد الله، كيقول لك ان المغرب مقبل على دار واحد اتفاقيه في 2019 دارها العثماني رئيس حكومة السابق مع شيبون وزير الماليه مع الاتحاد الاوروبي في اطار التبادل ديال المعلومات. شنو الاضرار ديال 77 19؟ هو ان اي مغربي عايش برا المغرب البنك المغرب غيعرض للاتحاد الاوروبي الاملاك ديالو داخل المغرب، العقارات الكونت بوكر ديالو بزاف ديال الاشياء. انا سؤال غنطرحو عليك السي عزيز اخ النوص والحكومه ديالك ولا وزير الماليه ولا حتى دوك اللي سبقوك منهم العثماني والاخر، اش غديروا في الفصل الدستوري 25؟ واش غديروا اش غديروا في الدستور في المعلومات اللي كتخصني انا داخلي؟ البارح كنتو كتقولوا للجاليه اجيو مرحبا بكم تستثمروا هنايا، اجيو تشريوا الديور، اجيو تديروا الاستثمارات، واليوم غادي تبيعوا داكشي الاخبار ديالهم والاسرار ديالهم للاتحاد الاوروبي. سماع المساوي والاخطر من ذلك ان المغاربه غيتشردوا وغيمشيو للحبس بسبب هذا القانون هذا. اتصل بيا واحد المصدر من بلجيكا خدام في وزاره الداخليه البلجيكيه وهو من اصل مغربي، سمع مزيان اش غيقول لي والخطيره من هنا اللي غيصيفط المغاربه للحبس، سمع مزيان اش غيطرى للمغاربه اللي عايشين في بلجيكا وفي هولندا وفي اسبانيا وفرنسا وكاع المغاربه المقيمين في الاتحاد الاوروبي اش غيطرى لهم بعد ما
غير يصادقوا على هذا القانون هذا وعندهم حق يصادقوا عليهم حتى عندهم الاغلبيه الكافيه، وحتى اللي ما باغيش يصادق عليه منفوف المعارضه وما عندهم الاغلبيه. الا قال اخ النص تصادق راه غيتصادق. هذا القانون اش غيدير للمغاربه عباد الله؟ نصهم غيمشي للحبس ونصهم غيتشرد. سمع مزيان اش غيتقال، معلومات خصوصيه وخطيره جدا ديال الناس اللي كيعيشوا في المغرب، كيجيبوا لكم استثمارات، كيدخلوا لكم العمله الصعبه، كيديروا الديور ديالهم وكيعيشوا. خليني من هاد الناس هادو، هادو مباشره غيمشيو للحبس الا ما خلصوش. الناس اللي عايشين في اوروبا كيستافدوا من السكن الجماعي، الناس اللي كيستافدوا من المونه، الناس اللي كيستافدوا من اجر شهري من عند الاتحاد الاوروبي، ما كيديكلاريش بهادشي اللي في المغرب. عنده كونت بونكار ديالو فيه مثلا واحد 40 مليون 30 مليون حتى 70 مليون كيجمع فيها 25 عام اللي عايش مغرب على عائلته وعلى وليداته كيجمع فيها. الاخر ديال العام مباشره بعد ما غيتصادق على هذا القانون، البنك المغرب الجواري غيدوز مباشره غيعرض عليهم هاد الكونت بونكير الشخصي ديالي، غيعطيه للاتحاد الاوروبي. غتشد الاتحاد الاوروبي كتعطيه الاشراف السكن الاجتماعي وكتعطيه مثلا واحد الاجر شهري، غادي يوصلوا الكونت بونكير ديال الاشراف والاستثمارات ديال الاشراف. والسيده الوزيره السكنه بنت الباشا المنصوري في البرلمان كتقول لك ان المغاربه 70% ديال المغاربه المقيمين في الخارج استثمار عندهم استثمارات في مجال العقار. يعني كتقول الاتحاد الاوروبي افيقوا اللي كتعطيو المونات وكتعطيو مساعد المغاربه وكيستافدوا من السكن الاجتماعي وكديروا معاهم، راه عندهم هنا استثمارات دخلوا استثمروا. وباش زيدكم واحد المعلومه اللي خطيره، عندك صحاب كاع الجاليه اللي دخلت اليوم المغرب راه داخله باش ترتاح ولا باش تصيف؟ لا، راه داخلين باش يبيعوا املاكهم، حيت الا ما باعوش غيمشيو للحبس. اليوم في تطوان راه الناس كيبيعوا بثمن بطاطا، سير لتطوان شوف الناس كيفاش كيبيعوا الشقق ديالهم ناقص 30% 40%، خاصو يبيع، خاصو ما يخلي لك حتى درهم. الناس اللي كيصيفطوا لعائلاتهم الفلوس للمغرب ما غيبقاوش يصيفطوا، الناس اللي كيديروا استثمارات في المغرب على برا ما يبقاش يديروا، حيت اللي كيستافد وتما ملي غتشدوا غيقولوا لي جا اسرب بالمدن. بنك المغرب راه صيفط لنا معلومات خاصه بك، كيقولوا انك عندك ثلاثه ديال الديور في المغرب وعندك كونت بونكير فيه 50 مليون من 2006 وانت كتجمع في هاد الفلوس وانت عايش في هاد البلاد وحنا كنعطيوك مساعدات وسكن في سكن اجتماعي حيت تما السكنه راكم عارفين. يقولوا لي من اين لك هذا؟ عرفتي اش غادي دير؟ غادي تخلص لينا هاد الشيء كامل. يعني الا كنتي جامع الحصيصه 200 مليون غيقول لك غتعطينا واحد 350 مليون، يعني غادك الشيء كامل اللي جمعتو المغاربه المقيمين بالخارج غتخلصوه وغيبقاو تسالوكم، والا ما حطيتيش تمشي للحبس. اما السكنه راك خارج منها، خارج منها راه غتشرب، راه غير غيصادقوا على هذا القانون باي باي السكنه، راه غيخرجوك برا. حيت غير غيوصل الاتحاد الاوروبي المعلومات الخاصه بك انت غادي يجي يتحاسبوا معك علاش درتي هذه وفين كنتي درتي هذه وفين درتي هذه وفين مشيتي هذه وفين درتي هذه. ما علينا، انا تسنيت السيد وزير الناطق الرسمي باسم الحكومه تيجي باش نشوف الراي ديالو، متفاجئ ان الجواب لا جواب له. انا غنطرح عليكم السؤال اللي صورته بالتليفون ونعطيكم الاجابه اللي تعرضت على القناه الوكاله المغربيه للانباء. السلام عليكم سيد الوزير، السؤال ديالي اليوم حول الضمانات اللي وفرتها الحكومه الجاليه المغربيه بعد طرح مؤخرا الحكومه على اللجنه قانون 77/19. كاين ارتباك وسط الجاليه سيد الوزير، الناس اليوم الجاليه ما داخلش باش يفوجوا داخل بها واملاك ديالهم، متخوفين، كيقول لك بان الاتحاد الاوروبي قادر اليوم يتابعنا بالتهرب الضريبي ويقدر نتعرضوا للسجن او الاشياء بحال هذا القبيل. والحكومه ما حمتناش في اطار انها عرضت القانون بشكل مباشر وما شاركتنا حتى شريك تقدر تستشر معنا في المساله هذه. شنو هما الضمانات اللي تقدر توفرها الحكومه المغربيه الى خرج هذا القانون هذا ديال تبادل المعلومات سيد الوزير الى كنتي ما عرفتيش القانون؟ الو، بالنسبه للاتفاق اللي تكلمتي عليه، هنا اولا هناك القانون الذي بموجبه يطبق الاتفاق، ولكن احنا كنتكلموا على الاتفاق ليس هناك الان اي حاجه اللي تقدر اليوم تخوف اي مغربي كيف ما كان في اي منطقه في العالم سواء مغاربه العالم، نبغي نطمئنهم ما كاين حتى حاجه اللي كتمس بالحقوق ديالهم او اللي كتمس وضعيتهم. المجلس الحكومي والمنح الدراسيه الا فهمتوا شي حاجه في الاجابه راه السؤال كان واضح، الا فهمتوا شي حاجه في السؤال راه الاجابه كذلك كانت واضحه. الا فهمتوها طمنوا وارتاحوا شي شويه راه ما غيوقع والو، والا ما فهمتوهاش ردوا البال وزقيو اموركم والله يدير لكم شي تاويل ديال الخير. المهم انا قلت لكم القانون شنو تيتقال و ما تسالوني الا نقول لكم الله يدير شي تاويل الخير لهاد البلاد مع هاد الحكومه هادي. قدر الله ما شاء فعل. سلام الله عليكم.